أوقاتكم بكل خير. معكم المدرس نضال عبد الكريم الخلف من ثانوية لورا بغلاوي في درس جديد في مادة اللغة العربية. بداية أعرف بطالباتي. الطالبة ريان الصيرفي، الطالبة ريم شاهين، الطالبة لين علي، الطالبة روان الزين، الطالبة رامة الحموي، الطالبة حلا رمضان. أهلا وسهلا بكم طالباتي العزيزة. طبعا درسنا هو في مجال البلاغة. طبعا وعلم البلاغة يدرس، طبعا هناك محسنات، محسنات لفظية ومحسنات معنوية. لدينا اليوم نوع جديد سنتعرف عليه في هذا الدرس وهو التقسيم. ستبدأ طالباتي العزيزات بشرح هذا الدرس. نبدأ أولا مع الطالبة ريان. تفضلي يا ريان. من تقرأ المثال الأول؟ قال أحمد شوقي: أنت الخيال بديعه وغريبه، الله صاغك والزمان رواك. قال الشاعر: هيهات يا أبا ذاك لي سلف خمدوا ولم يخمدوا لهم مجد. الجد حارس والبنون هم، فزكى البنون وأنجب الجد. السؤال الأول: ذكر شوقي نوعين للخيال، اذكر كل منهما، من تجيب؟ تفضل. بديعه وغريبه، النوع الأول البديع والنوع الثاني الغريب. نعم، الجواب هو البديع والغريب. السؤال الثاني: ذكر الشاعر في المثال الثاني جده وبني، ما الأوصاف التي نسبها إلى كل منهما في الشطر الثاني في البيت الثاني، من تجيب؟ تفضل. البنون رمز الذكاء، أما الأجداد فهم النجباء. نعم، الجواب هو الذكاء البنون والجد النجيب. السؤال الثالث: ماذا نسمي تجزئة المجمل إلى أجزائه وإضافة الموصوفات إلى ما ينسبها، من تجيب؟ التقسيم، ذكر المجمل ثم تفصيله إلى أجزائه. أخطأتي، هنا هو ذكر متعدد. نعم، وليس المجمل. عفوا، هو ذكر متعدد ثم إضافة ما كل إليه على التعيين. نعم، ننتقل معكم إلى زميلتنا. تفضل ريم. استنتج من القاعدة أن التقسيم محسن معنوي يرد في صور متعددة، أشهرها: واحد، ذكر المجمل ثم تفصيله إلى أجزائه. اثنين، ذكر المتعدد ثم إضافة ما كل إليه على التعيين. من تقرأ؟ الاستنتاج: التقسيم محسن معنوي يرد في صور متعددة، أشهرها: واحد، ذكر المجمل ثم تفصيله إلى أجزائه. اثنان، ذكر متعدد ثم إضافة ما لكل إليه على التعيين. التقسيم محسن معنوي يرد في صور متعددة، أشهرها: ذكر المجمل ثم تفصيله إلى أجزائه، ذكر متعدد ثم إضافة ما لكل إليه على التعيين. شكرا لكم. هلا نقرأ مع زميلتنا. لدينا التطبيق الآتي، سوف نحدد نوع التقسيم في الأمثلة الآتية، من تقرأ؟ تفضلي حنا. تطبيق: حدد نوع. قال الشاعر: سألته عن قومه فانثنى، يعجب من أسرف دمعي السخي، أسرافي دمعي السخي وأبصر المسك وبدر الدجى، فقال: ذا خالي وهذا أخي. من تحدد لي نوع التقسيم؟ تفضلي لي. ذكر متعدد ثم إضافة ما لكل إليه على التعيين. إذا أرجو تحديد التقسيم هو ذا خالي. ذا خالي وهذا خالي. نعم. ذكر متعدد ثم إضافة ما لكل إليه على التعيين. لدينا المثال الثاني، من تقرأ؟ تفضلي. قال بدوي الجبل في حفيده: يزف لنا الأعياد عيدا إذا خطى، وعيدا إذا ناغى، وعيدا إذا حبى. من تحدد لي نوع التقسيم؟ تفضلي رام. الأعياد عيدا إذا خطى، وعيدا إذا ناغى، وعيدا إذا حبى، فهو ذكر مجمل ثم تفصيله إلى أجزائه. المجمل هو الأعياد ثم قسمه إلى
عيدا إذا خطأ وعيدا إذا ناغى وعيدا إذا حبى، فهو ذكر مجمل ثم تفصيله إلى أجزائه. نتابع مع زميلتنا حلا. والآن لدينا التقويم. حدد نوع التقسيم في كل مما من تبدأ المثال؟ تفضلي. قال زهر بن أبي سلمى: فإن الحق مقطعه ثلاث، يمين أو نفار أو جلاء. من تحدد نوع التقسيم؟ راما. ثلاث، يمين أو نفار أو جلاء، فهو ذكر مجمل ثم تفصيله إلى أجزائه. معناته هو ذكر مجمل ثم تفصيله إلى أجزاء، فهو فصل الحق إلى ثلاث، يمين أو نفار أو جلاء. من تقرأ المثال الثاني؟ قال أحمد شوقي: الناس صنفان، موتى في حياتهم وآخرون ببطن الأرض أحياء. من تحدد نوع التقسيم؟ ذكر متعدد ثم إضافة ما لكل إليه على التعيين. إذن هو ذكر متعدد ثم إضافة ما لكل إليه على التعيين، فهو ذكر صنفان موتى في حياتهم وآخرون بطن الأرض أحياء. من تقرأ المثال الثالث؟ حل المشيب ففرق الرأس مشتعل، ففرق الرأس مشتعل، وبان بالكره منا باللغو والعزل، والغزل، فحل هذا مقيما لا يريد لنا تركا، وهذا الذي نهواه مرتحل. من تحدد نوع التقسيم؟ لهون ذكر المتعدد: هذا مقيما لا يريد لنا تركا، وهذا الذي نهواه مرتحلا، ثم إضافة ما لكل إليه على التعيين. فهو لا يريد لنا تركا، وهذا الذي نهواه. والآن نتابع مع زميلتنا. إذن لدينا التطبيق الآتي. حدد نوع التقسيم في الأمثلة الآتية. من تقرأ؟ تفضلي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله عبدا قال خيرا فغنم أو سكت فغنم. إذن من تحدد هنا التقسيم لي؟ ريان. التقسيم هو ذكر المجمل خيرا فغنم أو سكت فغنم. إذن ذكر المجمل ثم تفصيله إلى أجزاء. لا يقول هو ذكر متعدد الخير والسكت ثم أضاف فغنم فغنم إضافة إليه على سبيل التعيين. إذن هو ذكر متعدد ثم إضافة ما لكل إليه على التعيين. لدينا المثال الآتي. من تقرأ؟ حلا. بيض صنائعنا وسود وقائعنا وخضر مرابعنا وحمر مواضيعنا. من تحدد لي التقسيم؟ مواضيعنا. ذكر متعدد ثم إضافة ما لكل إليه على التعيين. إذن هو ذكر متعدد ثم إضافة ما لكل إليه على التعيين. ما هو المتعدد الذي ذكره؟ لدينا البيض، السود، البيض والسود والخضر والحمر، وأضاف إليها وعينها. نتابع مع زميلتنا ليدي. لدينا التطبيق الآتي. حدد نوع التقسيم في الأمثلة الآتية. من تستطيع أن تقرأ؟ تفضلي. قال تعالى: وما نؤخره إلا لأجل معدودة يوم يأتي لا تكل نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. إذن إلا لأجل. لأجل. شكرا لك. من تستطيع أن تحدد التقسيم ونوعه؟ تفضلي. التقسيم هو ذكر مجمل حدد النفس منها شقية ومنها سعيدة. شكرا لك. ثم تفضلي. الإجابة إذن ذكر مجمل ثم تفصيله إلى أجزائه. لدينا المثال السابق الآتي. من يقرأ؟ تفضل. حلا. إن يعلموا الخير يخفوه، وإن علموا شرا أذاعوه، وإن لم يعلموا كذبوا. إذن بنيتي شرا أذاعوا. أذاعوا. شكرا لك. من تستطيع أن تحدد لي التقسيم؟ تفضلي ريان. التقسيم هو ذكر متعدد عدد الخير وعدد الشر ثم إضافة ما لكل إليه على التعيين. شكرا لك.
شكري جزيل لطالباتي العزيزات على هذا الشرح الجميل والرائع. طبعا أعيد مرة أخرى، لدينا نوعان من التقسيم، أولا ذكر المجمل، هذا هو المجمل، ثم نقسمه إلى قسمين إما شقي أو سعيد. أما النوع الثاني فهو ذكر متعدد، عندما نقول مثلا يعلم الخير يخفيه، يعلم الشر ويدوره، فهنا يذكر لنا متعدد ثم يضيف له ما كل له على سبيل التعيين. طبعا في ختام درسي أشكر لكم حسن المتابعة وأتمنى لكم